Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Pasteur. Happy birthday to you. Stop! أنت بتغنيش ليه يا كبير؟ عيان وعندي زكام ومحتاج أدرب صوتي أعمل تدريبات فوكاليز. لا هتغني برضو، ده مش كورال أوبرا يعني، ده عيد ميلاد. يلا let's go again. Happy birthday to you. Happy birthday. ثانية واحدة يا جماعة، ثانية واحدة. على فكرة الكبير ما بيغنيش وعمال يحرك شفايف. ايه يا دم هبل انت؟ ايه شغل العيال ده؟ ايوه عمال تعمل كده. ما تخلصني عادي يا كبير، دي رابع مرة نغني ام الاغنية دي. خلاص ما حدش هيغني خالص. انت يا كبير اللي هتغنيها on your own. انا عايزه اسمع هابي بيرثدي فيزو منك لوحدك. بس ايه ظلم ظلم، وانت عشان امه يعني، عشان ام عندك حق الفيتو. غني هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو فيزو، هابي بيرثدي تو يو. جود. غنينا يا كبير. انزل يا جميل في الساحه وتمختر كده بالراحة. ايه نقصاك انت كمان؟ Anyway, this is presents time. كبير، فين الهدية اللي جبتها لفزاتي عشان عيد ميلاده؟ انا قلت اديها له يعني ويفتحها لحاله في اوضته عشان هي برايفسي يعني. لازم يفتحها هنا ونشوفها كلنا. براحتك. هي دي، خد يا فزاع. الله يرضى عليك، كل سنة وانت طيب. تعالي هديه كده تقيلة وهتعمل صوت. تعالي كده يما، باين عليها زينة قهوة. ايه يا كبير؟ ترين ستيشن؟ عاوز تعرف يا حبيبي؟ ايه؟ انزك فيه، انزك فيه كأنكم توأم، وافتح معاه وشوف. باين عليها منبلة. ده معطر دو. ليه يا؟ ده باين له ميكانو. شوفوا. ان شاء الله تبقى على مقاسك. بمناسبة تنزانيا بقى اكمل لكم الحكاية بتاعتي. خرب بيتك، القصة دي ما بتخلصش يا عاد، ده انت طويلت جنبك قصة قصيرة. يا عم انت اللي خلقك ده يا عم، انا كنت بقول لك حبة نوبة الزغنانة جنب بعضيها. الا بالحق اللي انا حكيت لكم على لما جيت اتقدم لجواهر. واه هو انت اتجوزت؟ اخرب مطنك. اتقال يا ابله هدية، اتقال على الرز اللي يشيط. انا جاي لك في الكلام، صلوا بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. كان يوم جميل الصراحة. خرب بيتك انت عسل. ايه ده؟ مين العجل ده؟ انكويا انجولة. انها تقول انه خالها. خالها؟ خالها مع مين؟ مش متجوزة اساسا ولا مصاحبة؟ انا سائل عليها. افهم يا حزلقوم، خالها اخو امها؟ نعم. طب والعيال بتلف حوالين ليه كده وملبوس؟ لا، انهم يجهزونه لعمل وليمة على شرفه. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، شكله هيفتح محل. اكيد بيتزا ومعجنات بجسمه ده، اصل الطريق اللي جسمه كده بيقعد ينقنق طول اليوم. طب ربنا يبارك له بقى. يلا حبيبتي. أنا ديسكياد يا فاكويتو. دوري الحاج. أنا يقول لك، هل أنت مبسوط في تنزانيا معنا؟ آه أوي أوي يا عم الحاج. بوتيكالا بكالا بكالا. نا إيه جناكي هزلوم إنا ما نشانيني بوتيكا ما تاتو بوتيكي كيكي. حكوا عليهم، انت قلت لهم ايه؟
أنا أقول لهم أنك مبسوط جدا بالطعام وفي انتظار الحلويات. آه كلام ده حقيقي. أنت بتاكلش ليه؟ لا أنا لا أحب هذا النوع من اللحوم. هو قد يطلع لحمة حمار جحشي ولا زرافة مسحبة؟ لا إنه نوع أرقى من ذلك. آه أنا قلت كده بردك، أصل بصراحة بتدوب في البق زي الزبدة. بقول لك إيه؟ عايزك تترجم له اللي هقوله لك ده، بس ترجمه بجد. قول له ان انا عايز اطلب ايد بنته جواهر. ايه؟ اه عايز اكمل نص ديني هنا. انت مال امك هنا ولا مش هنا؟ انت ترجمه بس. حسنا، بوتيكه مكلمات كده دي جواهر. ميكاتا هوازي كوكوا. كوانيني هوازي. هو الرجل ده قفش ليه؟ إنه يقول هو الذي خطبها من زمان وجوحة أولى بلحم طوره. أين حني؟ يا نودي معتو كيكولا لكوتوكا عادي أبس المرد أفوا. وردت علي جواهر وقالت لا اتركوني اتركوني، خذوا جسدي واتركوا لي قلبي. كوانيني بنيا مازا نسكزيني بلي متوتو وانغو نتاكا أنا بركة زمان. وردت الأم وقالت يا هادي يا هادي النيلة يا بنتي يا هادي النيلة، البنت لسه خارجة من المصحة والدكتور لم يكمل علاجها. البنت دي طالعة من المصحة. كما أناتاكا كوا ويو بنتي يانغو لازم أتوي معاري زايدي ألوكدوم. هو العجل ده بيضحك على ايه؟ هو ابوها يرجعها المصحة تاني؟ لا، إنه يقول إذا أردت أن تتزوجها يجب أن تحضر لها مهر أكثر مما أحضره لها ابن خالاتها. وأبرح أمه يعني جاب لها ايه؟ لقد جاب كل هذه الجماجم. السلام. لقد اصطاد كل هذه الحيوانات البرية بنفسه. خار اسود يا ابن اللعيبة. طب بقول لك ايه؟ قول له عمو الحاج ان انا مقدرتي هجيب له 13000 جنيه بس هقسطهم له على 17 وهديله 3 يقطينات وشطيره توت بري بدل الحيوان البري ده، عشان بصراحه مش هعرف اجيب حيوان بري، فابقى قلت بالنادر ووفيت. سيد حزلقوم، من الذي اراه حولي يجب ان لا يقل المهر عن انياب فرس النهر. فرس النهر؟ مش ده اللي كان الملك نارنر؟ نارنر؟ مينا نارنر اللي هو وحد الزفرين. زفرين؟ ولا ينظف الخرمين، هو عمل حاجة في حاجتين. نعم، هو الذي أكله فرس النهر، ولكن عندكم في مصر تقولون عليه سيد قشطة. أيوة بنقول سيد قشطة فعلا. أنتم تقولون سيد قشطة لأن عندكم قشطة وسكالانس وجبنة براميلي، ولكن هنا نقول عليه فرس النهر لأن عندنا أنهار ومحيطات وبحيرات وهكذا وهكذا. يعني بس بنت مين يعني عشان أرمي نفسي في التالوج؟ ما أبوها أهو لابس الهيل لافف نفسه بالبتاع اللي بيحطوه على الطابلون في الميكروباص الإلكترونيكو، وخلع عبيط شفناه لقلب تزفه. ولا صحيح هو خالها فين؟ مش قلت لي العزومة دي معمولة على شرفه؟ أنت لم تفهم قصدي سيد حزلقوم، العزومة ليست على شرفه ولكن عليه هو نفسه. بمعنى إيه؟ أنا لا أستطيع أن أكذب أكثر من ذلك. خلها في الطبق. خلها في الطبق؟ دي يعني زي في مصر عندنا أمك في العشة؟ مصطلح يعني؟ ولا قصدك إن هو في الطبق بجد؟ نعم، إنه في الطبق. دخلها؟ الذي تأكله من أول السهرة هو خالها، وبالتحديد الجزء الذي في يدك الآن هي السمانة اليسرى. الموزة؟ نعم. دي موزة خالها؟ نعم. آه يا كفر يا ولد الكلب، أنا حاسس إني عايز أرجع، مش هيفيد بقى حاجات ترجيع، عايز أقلب نفسي زي الشراب. معاك حبيتين في الجيل ولا شوية سفن ولا بنت؟
البانيو وهعرف في الاوضه ايه عايش مع محاسن الحلو. خلاص لما شفتك زعلت لما شفت بوبس التمساح خفت اقول لك ان عندي تيتي. تيتي مين؟ تيتي العقربه. ما تخافش يا عم دي انتاية. اه ربنا يطمنك طالما انتاية قشطه مفيش مشاكل. طب اعمل لك ايه يا سي جون؟ ما انت ما بتحبش الحيوانات من اساسه. ايه ده؟ خد تعالى هنا. انت ليه بتفتش في حاجتي؟ وليه داخل الاوضه متمصص؟ لا مفيش حاجه. ما كانش عندي نوم. مش عارف انام عندي انسومنيا فقلت اجي ادعبس عندك يمكن يكون عندك منوم. لا ما تلاقيش. انا ما بحبش الحاجات المخلوطه الياف صناعي. حاجتي كلها مورجانيك او نيوترال. خلاص خلاص يا حزلوم خلاص. يعني انا مثلا انا لو في حالتك ده انا اشرب شويه حلبه بحليب واحليها بعسل وادفي رجلي بشرابين عكس بعض. طيب انا لازم امشي بقى عشان عايز انزل الجنينه تحت واعمل شويه مديتيشن. انت نام. استنى بس يا ستون بما انك انت صاحي وانا قلقت ما تيجي اكمل لك بقيه الحدوته بتاعتي. لا 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 يا حزلوم لا. علميا غلط الواحد يصحى من النوم ويفضل صاحي يعني ينام تاني احسن. وانا هنزل الجنينه هعمل شويه مديتيشن. ما انا في هوا برضك. اقعد بس اقعد بس اقعد يا راجل. وانا لو ما حكيتلكش انت احكي لمين يعني؟ اللهم صل على النبي. احنا كنا وقفنا فين؟ مش فاكر. انا فاكر. ايه السخافه دي؟ طالما فاكر بتسالني ليه؟ لا 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 الله في ايه يا جرع؟ بقدم السبت يا اخي اعتبرها استهلالك. برش ميه قدام المحل. انت ما بتكلم واحد صاحبك في التليفون وبتقول له الو ها فريد عامل ايه يا برنس اخبارك ايه؟ بتبقى عايز تعرف هو كويس ولا لا؟ فبس كده شكلته خلاص. ولا خلص خلص عايز تقول ايه؟ احنا كنا وقفنا عند لما ابو جواهر ضحى بنفسه عشاني وعملنا له خارجه ترد الروح. لا إله إلا الله. الله يرحمه ويحسن إليه. كان زي الجحش طول بعرض بس الموت ما بيفرقش بقى. بصراحة أنا محرج موت. لماذا؟ هيقول عليا إني وشي نحس عليهم. يعني أبوها يتغزل ويتقتل ليلة فرحة. إلا أقول لي يا حوت هو العزا هيبقى فين؟ في الحمد لله الشاذلية ولا في الأسد ابن الفرات؟ لابد الآن أن تكون مبسوطا وسعيدا وليس حزينا. طبعا أنت بتتكلم عشان عورس أبوها والجو ده عشان واطي. إزاي يجي في دماغي حاجة زي كده أساسا؟ بص هو الصراحة أنا فكرت زيك في الأول بس لقيت أنا هكسب من وراهم إيه؟ دول فقرانين يا عم وأنا أساسا اتجوزتها علشان شبه فنانة جواهر بس. من عادات وقوانين قبيلة سيبو ويركي عندما يموت رئيس القبيلة يصبح الابن هو الرئيس وإن لم يكن لديه أبناء يصبح زوج ابنته هو الرئيس. يعني أنت الآن رئيس القبيلة يا ابن المحظوظة. والله والله أنا الرئيس؟ نعم. لا مؤاخذة لا مؤاخذة كملوا اللي برهام بابا زي اللي بتعمله ده. لا مؤاخذة يا حماتي. السيبو وركيين من النهاردة هنبدأ عهد سيبو وركي جديد. عهد كله ديمقراطية وحرية وعدالة ديكتاتورية. حكوكا باتكا باكا 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 باكا. من النهاردة مفيش ولا مواطن سيبو وركي واحد هيتهان ولا هيتنهب
ولا هيتشد في ميكروباص ملوش نمر ويلقى نفسه مرمي عريان على الدائري. الكلام ده انتهى. هو كويس لما كان بقتك 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 عفطوكو. اللي انت قلته ده انت قلت حاجه غير اللي انا قلتها؟ انا اقول مثل ما انت تقوله بالظبط، ولكن يجب ان يكون الاداء حماسي. انت مجنون ياد؟ انا الرئيس تقول زي ما بقول بالظبط ما اتجوتش. حسنا، المره الجايه احبسك. اتفضل. بصوا بقى من الاخر كده وعلى ما بيضة، الحكم هيبقى مدى الحياه وهيورث لاخر طفل من نسلي سواء كان ذكر ولا انثى حسب ما يطلع تقليبه، يعني ذكر او انثى زي الايجار القديم كده. ماشي. بوتك بقى تبعتك بقى تبعتك بقى تبعتك. تاني يا تاني. طب ايه رايك بقى ان الناس دي بتزيد على اي حاجه ملهاش علاقه بالطريقه اللي انت بتادي بيها؟ تحب اثبت لك؟ اثبت لي. على فكره انا هحبس نصكوا. شايف يا ابن العبيطه؟ قرار حزلقومي رقم واحد من النهارده، خلاص مش هناكل بني ادمين تاني، هنبقى نباتيين، هنبقى فيرجن، كلكم هتبقوا فيرجن. بس عشان انتوا اهلي وناسي وتخصوني بجد، انا هسمح لكم بوجبه بني ادميه اخيره. هتاكلوا الحمار ده. ولا حوده، بقول لك ايه، اجمع لنا الجيش. لماذا يا عم؟ مش هنقول لك. حبيبي وانت بعيد، مشتاق للمسة ايد من غير ولا همسة، غمض ومد يديك اول ما افكر فيك هتحس باللمسة. ايه ده؟ حلوة اللمسة دي ايد؟ حلوة ايه؟ اللي عملته ده قليل الادب. جلوس الطين مهمل الارض وجاي يتنحنح ويتمايص معاكي. يمين بالله يا كبير، هي اللي بعتت لي على الواتساب وقالت لي as soon as possible تيجي تطمن علي. ايوه انا اللي طلبته وقلت له يجي، كنت تعبانه شويه. تعبانه مالك يعني؟ بدوخ كل شويه ومش طايقه ريحه الاكل. طب ما انت واقفه كيف القرده؟ قرده ايه يا ولد؟ مقصود قرده، اقصد اقول يعني انك بسم الله ما شاء الله عافيه كيف الجاموسه. فعلا ما تربتش. وبعدين فيها ايه يعني لما اطلب جوزي ياخد بريك ويجي يقعد جنبي؟ لا فيها، انا ما عنديش خيار في الجوز، ولو ابويا الله يرحمه قام من قبره جار الكفن اقدح عشان اشغله
اشغله 8 ساعات الاول بعدين اقول له اهدي ابوي وحسن انت فين يا راجل ما شفتكش من ساعه ما مت. يقوم ياجي نطعده لما يجي استف في خشم ابوي ويطلب ياخد بريك. بقول لجنبك ايه بكفايه هزيك اكده قلك قيمه قدام جماعتي. جماعتك ما تخافش يا حبيبي ما هي برضك في مقام امي يعني ما فيهاش حاجه اللي هزيك في بيته. طبيعه تعمل جنبك ان انا نهارده اجازه عارضه. عارضه؟ عارضه دي بقمك يا كبير خلاص انا تعبت تاني خلاص. جيبها جمايل يا رب جيبها جمايل. واه انت لساتك هنا يا بكف. خبر ايه يا كبير ما انا واقف كيف جنابك مستنظر الدكتور ما يجي يطمنا على الحجه. والارض يا الارض هنفوتوها لمين؟ العمال يزتوا فيها؟ يعني يرضيك برضك يا كبير يعني هم مرتك ده وهي عيانه. مرتي فزاعه فزاعه انا فاضل لي هبابه هبابه وانت خابر زين اللي ممكن اعمل ايه بعد الهبابة دي. خابر زين. استغفرك ربي واتوب اليك. خير يا دكتور. لا خير ان شاء الله مش عايزك تقلق خالص. يا كبير انا شفت في البيت ده عجائب وغرائب يا سبحان الله بصراحة يعني. لدرجة انا بفكر جديا ان انا اعمل كتاب اسميه عجائب الخلق والتفسير في بيت الكبير. طب ايه قولك عاد؟ إن أنا ناوي أسبك الكتاب بتاعك ده بكتاب وأسميه قواعد الضرب والتقطيع على قفا الدكتور ربيع. على العموم أنا مش هرد عليك. كفاية كفاية قوي اللي أنا أقوله لك دلوقتي. والوالدة عندها إيه بالظبط؟ أنا عايز أقول لك إن أنا من ساعة ما سبت الوالدة وأنا نازل على السلم عمال أفكر في صيغة معينة أقول لك بيها الخبر ده. يا ريح يا دكتور وإيه المرض ده اللي مخلي فشوتك عايمك ده؟ شوف يا كبير انا عايزك تمسك اعصابك شد حيلك. استغفر الله العظيم. يا كبير امك حامل. يا بنت كريم يا رب عن تشوف الزعل صغير. يا وجع رب رب. انا فرحانه قوي يا فيزو. وانا كمان هطير من الفرح. الفرحة ما صيعنيش، أخيراً هتجيبي لي الواد اللي كنت أحلم بيه. عاوزك من هنا ورايح تخلي بالك على روحك، ها؟ تخلي بالك على روحك زين، تدلك ما بقيتيش لحالك، بقيتي تنين. أنت ولي العهد المنتظر، عشان كده عاوزك يعني تكير قوي على نفسك وعلى بطنك. يلا تجدعني يا حماتي وتجيبي لنا المحروس عشان يلعب مع عيالي الكبير. أمال إيه؟ لازمًا يلعبوا معاهم، مش العترة وجوني دول هيكونوا لولدي يا عمي. صبرني يا رب. امال فين حزلقوم عشان اقول له الخبر الحلو ده؟ حزلقوم ندل على امستردام صد رد كده عشان عنده صفقه رنجه دلعه وورق بفره. قولي لي يا حبيبتي نفسك ما هفكيش على ايتها حاجه؟ ايه هفكيش انت؟ قصده يعني ما نفسكش تاكلي حاجه معينه؟ ما بتتوحمش على حاجه؟ لا انا حاسه انا حزلقوم لما يجيب الرنجه الدلعه بتاعته. ليه يا حزلقوم بيها يعوج؟ احنا عاوزين نجيب لك حاجه سريعه من هنا. نفسك في ايه؟ نفسي في بطيخ. انا من الصبح عمال اشم بطيخ بطيخ بطيخ. هالمحرم هجيبهولك. لا اقعد هنا يا حبيبتي. لازم نجيبهولك الوحم بعدين يعني يكده غلط. على قولتك. يلا يا حبيبي روح ارمح جيب البطيخه لحسن يطلع للواد حاجه يا فيزو حمرا. ايه يا فيزو؟ ايه انت هتقعد هنا حبيبتي؟ امال مين اللي هيجيب لك البطيخ؟ الكبير. كبير مين اللي هيجيب بطيخ؟ يو ما عندك ولدك الثاني الفرفور ده يروح يجيب البطيخ ولا جوزك النطع ده؟ اولا ابني الفرفور جوني نايم بياخد النب بتاعته وانا قلت عايزه فيزو يفضل قاعد جنبي. عموما رايحه حالك موسم البطيخ مش دلوك. لا يا كبير ما في بطيخ ثلاجات عند الحاج بدوي. يادي يا ساقع يا ابني ساقع حد وجه لك كلام ياد؟ ايه ده انتوا بتتخانقوا قدامي ولا ايه؟ يلا روح جيبي البطيخ من عند الحاجة بدوي. ماشي ابقى بعت واحد غفير يجيب. نو نو انت اللي هتروح وانت اللي هتسلم على الحاجة بدوي وانت اللي هتجيبي بطيخة وفيزو هيقعد جنبي هنا. سخافتك
اروح اجيب بطيخ. معلش يا كبير، طاعه الوالدين واجبه برضك، وطالما رايح عند الحج بدوي ابقى جيب لنا معك منجه فص. انت اتجننت يا كبير؟ عايزنا خلف ضميري المهني واشخص الحاله اللي جايه لي غلط وقول انها حامل في بنت؟ ده على جثتي. بس يا بس الدكتور ده ملهم، من الناس النادره. شفت كلمه جثتي اللي قالها دي؟ استوقفتني والهمتني. ايوه انا قلتها حلو بس يا استفزازي، ابقى فكرني اطفي السيجاره دي في رقبته قبل ما امشي. زين كلمه جثتي دي فتحت لي فكره. احنا ليه عم نهدروا كهربا في تعذيب الناس؟ احنا نتاوي الجثه على طول، ولا ايه يقولك يا اشرف؟ زين حتى الكهرباء بتقطع اليومين دول كتير، احنا لاقيين ايه؟ اسكت يا كبير نتناقش. ما انت ما بينفعش معاك نقاش من اساسه. مين اللي قال كده؟ انت غلطت كنت انت. بالعكس يا كبير، ما تنساش ان انا طبيبك الخاص. ثم يا اخي الكلام اخذ وعطى. زين ناخذ وندو مع بعضينا. تفضل فندم. الحاجة سمنتي جاية عشان تكشف عنديك بجهاز الصنان بتاعك ده. الصنان؟ لما تكشف عنديك لو طلع العيل اللي في بطنها بت قول له انه بت. تمام. لو طلع واد قول لها برضك انه بت. عادي يعني، يمين ثلاثة كده وارجع اقول لك كانت غلطة. عادي كلاتنا بنغلط. استنى عندك، مين ده اللي يغلط؟ انا الدكتور ربيع بلا فخر عمري ما غلط. يا راجل ده انت تعداد سكان المزاريطة قل التلتين من ساعة ما انت طبيت علينا. كل شغلك اغلاط. ده الناس عم تموت من غلطاتك يا شيخ، انا نفسي مت مرتين. غلطة. شغل. لا لا غلطة. بس يا شيخ. حرام عليك، انا فولت شحن. انا مش هعتقك غير لما تعمل اللي بقول لك عليه. شغل يا اشرف. لا لا بس يا اشرف. شغل يا اشرف. بس يا اشرف. بس يا اشرف. انت قد نفس الحاجة كل مرة اقول لك بس وبعدين بس تفضل مشغل. ابقى شغل ودني. بس يا اشرف. يا كبير اللي انت تعمله ده، انتوا ازاي تخشوا من غير ما تستأذنوا؟ هي وكالة من غير بواب؟ الحج علينا جايين نخلصوه. خلصوه من ايه؟ احنا كنا عم نلعب وكهرباء شد الكوبس. البيه كان جاي يتفق معايا ان اكذب عليكي واقولك انك حامل في بنت حتى لو كنت حامل في ولد. يا ابن الصرمة. ما انا عارفة جوني قالي على كل حاجة. يا ابن الصرمة. ولد. لا مؤاخذة يما، ده بس صدى صوت الشتيمة الاولانية. انا مش مصدقه يا كبير، ازاي كنت عايز الدكتور يكذب عليا وهو بيعمل السونار؟ ليه؟ انا اقول لك يا حبيبتي، الكبير مفكر اني هطلقك لو الجنين طلع بت، لكن انا ما هطلقكيش واصل. الجنين يطلع بت ويطلع واد ويطلع شايب، انا ما اتخلاش عنك واصل. يا سمنتتي انا تعلمت منك حاجات كتير في الفتره اللي فاتت دي. طبعا لازم تتعلم مني، ما يقد امك والله اكبر شوي. معلش بقى، المشاكل العائليه دي تحلوها في صبايا الخير. المكان ده اكل عيش، والحقيقه انا كنت ناوي ارش ميه. طيب بما اننا جينا بقى ممكن نعمل السونار دلوقتي؟ ده من منطلق ان انا قاعد على الطواله، مش لازم تبعتوا لي ايميل وانا اعمل تشيك على الايميل وتحطي التمرج بتاعي على السي سي واشوف السكادجول بتاعي. بصراحه اقرب ميعاد اكتوبر اللي جاي. شغل يا اشرف. لا اتفضل يا فندم على السونار. خير يا دكتور الله يرضى عليك. شايفيه؟ طمني يا دكتور الله يرضى عليك. شايفيه يا دكتور؟ ايه يا اخي مش عارف اركز، مش قادر اسمع. طلع واد صح؟ متفائل قوي. تقصد يعني ثلاث بنت؟ الحقيقه يا هانم الموضوع زي ما بدا بغرابه شكله قفل بخيال علمي. ما تخلص يا عم الدكتور مصطفى محمود، الجنين طلع واد ولا طلع بنت؟ الجنين ما طلعش اصلا. يعني حالتك تقصد انك مش قادر تحدد النوع ولد ولا بنت؟ من فضلك يا هانم، مش الدكتور ربيع، انا اقصد ان مفيش جنين.
حمل كاذب. False pregnancy. يعني ايه false pregnancy ده؟ يعني انا قلت حمل كاذب وبعدين قلت false pregnancy، يبقى ايه؟ التهاب رئوي؟ ما شارحه نفسيها يا فزاع. false يعني حمل وبريجننسي يعني كاذب. حضرتك متأكد من المعلومة دي يا دكتور؟ للأسف أيوة يا هانم، معلش بتحصل. وبعدين أنتوا صغيرين يا أولاد والعمر قدامكم. واه يا حظ المجندل، يعني كده مفيش واد. واد واد واد، هو ده اللي همك؟ أنا مش همك خالص. لا يا حبيبتي، ما احنا لساتنا بنقوله يعني كل اللي هيجيبه ربنا زين. أنت كذاب يا هاد، هي ما فرقاش معاك من أساسه. لو كانت فارقة معاك كنت بتغمز لي ليه وانت بتتكلم؟ كان عم يغمز لي، كان عم يغمز لي ولا لا؟ اشراف لا لا، هي دي كانت غمزه؟ لا كان بيغمز له الحقيقه. الكبير معاها، انت شكلك متضايق. لا اله الا الله يا ست، انا اللي شكلك ده؟ هو انا اتهببت قلت حاجه؟ واه اتهببت؟ كيف اتكلم مرتك بالطريقه دي؟ ايوه ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ ما تخليني ساكت امال وكاتم جواي، انا في اللي مكفيني. شفت كيف؟ كيف القنبلة الموقوتة؟ عايزين بدر في وشك. انت مش كاتم، انت كاتم كاتم كاتم. طلع 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 طلع. ايه اطلع؟ اطلع كل حاجة. ده انا كان نفسي هفاني على هفة واد يوقف جنبي يصلب طولي، اخش اشوف مدرسة الكورة في اتلتيكو مدريد، ولما انقتل ياخد بتاري. انت فعلا الولد ده فارق معاك، انا كان معايا حق، انت راجل متخلف وحمار. بوه، كيف تخلي مرتك تقول لك يا حمار قدام الناس؟ هي قالت يا حمار؟ لا الحقيقة هي قالت متخلف، هو اللي قال يا حمار. لا يا سمنت لمي روحك، أنا برضك لسه لأجلك. وهو فيه راجل محترم يهزق مرته قدام الناس. إيه؟ لا أنا سبيشال الكيس، حالة خاصة، ما تقيسش علي، أنا بكلمك عن الناس العادية. الكبير عنده حق، أنت فعلا مش راجل. يا جماعة اخذوا الشيطان مش كده. يا ما تخلي الشيطان يشوف شغل عاد. هو لو فعلا راجل صح ما كانش قبل الاهانه وكان طلقها. ليه ده انا راجل وراجل صح؟ على فكره انا اشهد له شهاده لله، هو راجل وحيطلقك دلوقتي. ايه هطلقك يا سمنت؟ عاوز تطلقي هطلقك، انا ما يهمنيش، لو عاوز اطلق هطلق. تخلص يا طلقه، ولا مش راجل؟ مش راجل. ها ايه ده؟ مش راجل هطلق بقول. مش راجل، روح يا سمنت وانت. لا يا ما تخليه يطلقها، هو هيطلقك انت. انت طالق يا سمنت، طالق طالق بالثلاثة. راح فين جل؟ كبير، امر جنابك يا كبير. انت ايه اللي منيمك من اساسه؟ جايبك تحرس زنينة اطفال ولا ايه؟ ومين اللي في حضنك ده؟ ما يا كبير، من وانا صغير قدك ده ما اعرفش انمي قد عيدي. ده عيدي؟ ايوه كبير. معلش كمل نومتك، ولما يجي الحرامي ابقى صحي. ماشي يا كبير. قوم يا كبير، مش قلت نام؟ يا كبير انا ما بقتش قادر، بقالي كتير يا كبير ما روحتش بيتنا. ما روحت بيتكم ليه؟ مين اللي كان في النايت شيفت امبارح؟ اني. والمورنينج شيفت؟ اني. والافترنون شيفت؟ برضك اني. ليه؟ مو من ساعة ما الزعمة مشي يا كبير وانا اللي عامل كل شيء. انا قلت لك يا هادي لو جبت سيرة الزفت ده هقطع شلقك. امال هقول ايه يا كبير؟ قول زفت الطين، قول رب راب. خلاص يا كبير. انا كده فهمت. خلاصة الموضوع، انت بقيت واد خرع وعاوز مساعد معاك. غور من وش السعادة. اللي تشوفك يا بيه. بقول لك خليه قاعد. قاعد بتاعي. خليه ياد. ايه الظلم دي؟ الظلم. كبير. توماس
يا كبير، وحشني حقيقي، وحشني بالصحيح. يا كل حاجه وحشاني يا كبير، الدوار، الكارتة، الحمار. انت عارف اكتر حاجه وحشاني ايه بقى؟ هدية، وحشاني بشكل غير طبيعي. هي فوق؟ ايوه قاعدة فوق، نايمة على السرير على جنب. اطلع فوق وانا اجيب لكم اثنين ليمون. هي انا رايحين يا ابني صرمة. ايه وحشاك دي؟ ديك وحشة ما ابغي اكلك حي. انا اسف. عارف مين كمان وحشني؟ مين؟ فزاع، وحشني بشكل برضه. بقول لك ايه صحيح، انا سمعت انه اتجوز مامتك، الكلام ده بجد؟ وطلقها ورميتها برا الدوار كيف الكلب، ومش لاقي شغل دلوقتي. حرام. انت ايه اللي جابك من اساسه؟ انا جوني كان قال لي انك في امريكا شغال مع الواد اللي اسمه جاستن بيبر. لا هو مورجان فريمان. لا مؤاخذه بلخبط بيناتهم، علشان يعني اثنين من اصل افريقي وسمر. لا بس جاستن مش اسمر. الاثنين ممثلين يعني. جاستن برضه مش ممثل. الاثنين امريكان. جاستن مش امريكي يا كبير. الاثنين رجال. لا جاستن مش راجل بقى. خرب بيت بلاطك وانت مهمل مشاغلك في امريكا وجاي تسخف علي هنا. هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. انا فاضي بس وجاي هنا بقى اقعد معاكم لغايه لما تزهقوا مني. بقولك ايه؟ هو جوني فوق صح؟ فوق. اطلع له. اطلع له بقى، اكيد وحشني جدا. أطلع. اكيد وحشني. بقولك ايه؟ عايز ايه؟ هو ممكن تخلي هديه بقى تعمل لنا غدوه كده بقى، ايديها الحلوين دول، عشان هي إيه نفسها في الاكل. انا بحبه، انا عندها تكات. يلا يا كبير. اطلع يا ايه. باي باي. المشرح ناقصة قتلة؟ تبينا تبقى وقع بقطرنا قطرين مليطة بطين. الو؟ ايوه يا حاج فنطش. انا مؤاخذة كلمتك متأخر. كنت عايز بس يعني أأكد معاك على المقاسات. مرة تانية. شوف العرض عايزه ما يقلش عن 280. العمق ما يقلش عن 240. الطول مش مهم، بس تكون حاجة متينة وتستحمل البهدلة. ماشي. تصبح على خير. السلام عليكم. انت بتجيب دلاب وليه يا كبير؟ لا بوصي على غفير. غفير؟ ليه؟ واشرف راح فين؟ بقي عيل صيص عاوز حد يساعده. صراحة الراجل غلبان قوي قوي. طب ما تجيب شركة امن. تتهطلت يا وليه وليه. انت خابر بياخدوا كام في الشهر دول؟ أنا بدي أشرف أول عن آخر 3 جنيه، وساعات أوكل وساعات يأكل من خشاش الأرض. تعرفي أنا بفكر أجيب له خربطلي. خربطلي؟ ده غبي قوي قوي ومخه على كده، وأنا خبراك خلقك ضيق ممكن تقتله عادي. أنا لسه يعني بفكر، ما خدتش قرار. طب ما تجيب الواد بعزك. بعزك مين ده؟ بعزك بتاع الأنابيب اللي كان مع سجوني في التيم بتاع الأمريكان فوتبول. ده يهبل وبرخصة. انت خابره ليه؟ معاه شهاده معامله اطفال. بس غلبان يا كبير، ده من ساعه ما الغاز الطبيعي خش البلد وهو ما بيغيرش انبوبه في اليوم. هو غبي، ما انا قلت له يجمع الانابيب كلها ويعمل مركز دايفنج عند الترعه. معلش يا كبير، والنبي نوبك سوا بشغله معاك. ده بيجيب حق اللقمه بخلع الدرس، وبيصرف على امه غلبانه، وطلع اخواته الصغيرين من خلاص. عادي يا ولي، ايه حبكي؟ خلاص ده انا قدرهم ما جبتوش بكجاحد. خليه يجي بكره، جيب معاه السي في بتاعه، اعمل له انترفيو. ماشي. في الحقيقه انا مبسوط جدا ان انا اتعرفت بحضرتك مستر حزل الام. يعني ده شرف كبير جدا ليه ان انا قاعد بتعشى معاك على ترابيزه واحده. يعني انا مش مصدق نفسي بصراحه. ربنا يخليك يا عم توماس، متشكرين يا عم. يعني برضك كلنا ولود 9 واخد بالك، وبناكل من نفس الطبق. يعني انا امي علمتني حاجه الحقيقه، قالت لي مهما تبقى عاليه وفي قصر عادي برضك تبقى داون تاون ايرث مع كل ناس البطانه اللي هم يعني اساس المجتمع. فليكسيبل. ايه يا جوني؟ طب ما دام احنا قاعدين مع بزنس مان كبير كده، طب ما نستشيره في موضوع المشروع بتاعنا. فين البيزنس مان ده؟ مستر حزلقوم. انت مخبين على اي حاجة؟ على فكرة عادي ممكن تستشيروني في اي حاجة. انا ممكن افيدكم بالاكسبنسيف بتاعتي في مجال يعني البيزنس والنظم الميكانة. قصدك اكسبيرينس؟ ما علينا يا جوني. طب
طيب عموما انا كانت عندي فكره هايله هايله, فكره مشروع هايله بجد. برافو عليا برافو عليا. الفكره دي بتاعت مشروع ناوي افتحه هنا في المزاريطه. المشروع ده لو اتنفذ هيبقى مشروع جامد. بنتي سوشي. سلام عليك النبي يا عم, جيب السيره دي لحسن عق. ايه يعني استنطق؟ تنطق تقول ايه يعني؟ تايه. او ماي جاد, ايه يا ابني القرف ده احنا بناكل؟ بس بصراحه البتاع ده مقرف. عزموني عليه في اليابان اخر مره كنت بزور اليابان, عزموني عليه. انت عارف اساسا بيبقى ايه مكوناته؟ بيبقوا استغفر الله العظيم الاخطبوط صحي زي ما هو كده, ويحشوه قرموط صحي برضه بيبقى لسه مبربر وطالع من الميه, وبعدين بيجيبوا السكينه يقطعوا ترنشات قرموط في اخطبوط قرموط في اخطبوط قرموط في اخطبوط, وياخدوا اول رقه يرشوا عليها شويه رز بلبن حادقين ويلفوه بورقه بفره ويسقسقوه في صلصه سودا كده بطعم الرجلين, حاجه اخر قرف بصراحه. المشروع ده طبعا هيفشل هنا يا عم. الناس هنا بتحب الاكل الراقي, يعني يحبوا المخاصي, اخد بالك, الكوارع, الفشنكاح, الممبار. ممبار؟ قفش من السوشي وتقول لي ممبار؟ على اساس ان الممبار ملفوف في ايه؟ شاش طبي؟ ما هي مصارين يا عم. ما تفكك يا عم الجو الاجانب ده يا عم, وخليك مصري كده وشعب. هنا مش هيمشي حاجه غير ان يبقى مشروع شعب, يعني مثلا تعمل لهم عربيه فول, اخد بالك, عربيه كشري. برافو مستر حزلوم, برافو. شايف؟ شايف الفكر؟ شايف اداره التسويق عامله ازاي؟ اداره ايه وتسويق ايه؟ انت منافق يلا منافق. مش الكلام ده انا قلته لك قبل كده وقلت لي تقليدي؟ بس بصوا بقى الطريقه اللي بيقولها ازاي مستر حزلقوم. الطريقه اللي بيقول بيها مستر حزلقوم طريقه يعني خليت افكار كده قويه. ايه ايه الطريقه؟ ايه الطريقه اللي قالها بيها يعني؟ عايز افهم ايه الطريقه. قول لي يعني ايه اعمل ايه يعني؟ عايزني ادهن شعري برتقالي واخنف ولا شعبي كشري؟ ربنا يسامحك يا عم, مش شاكرين مش شاكرين على ذوقك. على فكره ممكن تخلف عادي واد اخنف يا عم ولونه برتقالي. معلش معلش مستر حزلقوم, معلش معلش. خلاص خلاص, جرى ايه يا جوني؟ في ايه؟ ما نستفيد بالراجل ومن خبراته ومن افكاره التحفه. اتفضل اتفضل قول على فكره الاعلانات اللي احنا قلناها. مش هقول على اعلانات ولا على زفت. واسمعوا كويس, انا غلطان اني مضيع وقتي في الكلام الفاضي ده, قاعد هنا بعمل هولوكوست افكار. انا ماشي. ايوه يا جوني, بس ما بسش. انا طالع انام, هاخد الناب بتاعتي, ارجع الاقيك جاهز عشان اخدك تنفذ الافكار الفذه اللي انا بطلعها. اوكي جوني. عصبي قوي جنجون, ما انا نفسي تسدد معاك الشكل سنعناع. الو مستر حزلقوم. معلش انت كلمتني, ما سمعتش الموبايل من الزحمه. لا لا ما نزلتش السوق, الزحمه دي في المحل عندنا. مش عارف اكلمك مش عارف اقف اصلا. انت الايراد؟ الايراد يعني مقفل 20-25 ألف يعني. طب ايه ازود؟ طيب خلاص مفيش مشاكل. اوكي ماشي مستر حزلقوم. ما تخافش يا مستر حزلقوم, ما تخافش, ده انا موجود. اوكي ماشي باي. نزل رز بلبن على حساب المحل لكل الناس اللي قاعدين. فراس فراس, بس حقك حقه. شايف شايف المحل بيشغي زبابين ازاي؟ ايوه واضح ان الكشري زين جوي سيدوني. متى دينا بعت نديم؟ انا ايبك تساعدني عشان نقضي عليهم ولا عشان تاكل من عندهم؟ عندك حق يا سيدوني. فكر معايا, فكر ازاي نمشي الزبابين دي كلها. ايه الزبابين دي؟ الناس اللي قاعدة. الزباين اسمهم زباين؟ ايوه. على فكرة زبابين احلى. لقيتها. ايه؟ مش هما بيبيعوا كشري يا سيدوني؟ ايوه. احنا هنشتري كل الرز اللي في مصر, وساعتها ما يلاقوش رز يعملوا بيه كشري فيضطروا يعملوا مكرونه بس, والناس تضحك عليهم. انا عندي فكره احسن.
قول يا سيدون. نشتري كل الهدوم اللي في مصر، فيبقى ما عندهمش هدوم فما ينزلوش لا هم ولا زباين. صحيح هتدي يا سيدوني. تدي ايه يا متخلف؟ انا اجيب فلوس منين اشتري كل الرز اللي في مصر؟ وانت تشتغل يا سيدوني، تسافر المانيا وتتعب شويه ولما تبقى ملياردير كبير تادي وتشتري كل الرز اللي في مصر. وانا لما ابقى ملياردير اجي انافس ليه محل كشري؟ واه عشان انت جيب منهم. لا انت الموديل بتاعك نازل من غير مخ. اها اديك بتسفه من افكاره يا سيدوني. ما لازم اسفه منها عشان انت سافه وافكارك سافهه اسفوها عليك. طيب عندي فكره اجمد من الاولانيه. لو حتى شبه الاولانيه هديك بالجزمه. على فكره يا سيدوني ما ينفعش تخوفني اقول افكاري دي غلط على عمليه البرين ستورم. ده لما يبقى فيه برين اساسا عشان نستورم بيه. اتفضل ما تتقمصش وتعمل لي قموص. مش هما بيبيعوا كشري يا سيدوني؟ ايوه. احنا هنلم كل المكرونه اللي في البلد فما يلاقوش مكرونه يعملوا بيها كشري ويضطروا يعملوا رز بس، وساعتها الناس هتضحك عليهم. طب انت حابب امد ايدي عليك قدام الناس؟ اهزقك هنا وامد ايدي وارمطك في الارض؟ ليه يا سيدوني؟ تفرق ايدي عن الاولانيه؟ لا الاولانيه كانت رز، دي مكرونه. حرام عليك! حرام! اي خلاص استخرب بيتك! شايف اليافطه على المحل اللي هناك ده؟ اللي قصادهم مكتوب عليها ايه؟ للاداره. فهمتك يا سيدوني، فهمتك. احنا هنلم كل العسل اللي في البلد ونقدر المحل دي ونخزنه فيه. انت تخلص خالص لاخر عمرك معايا. مش ده كان اخلص صنم تفتحش بوقك لحد ما انا اموت او انت هتموت. انا هعمل معاهم الطريقه المصريه المعروفه. لما محل عصير بيفتح بيفتح جنبه ايه؟ ما تنطق. مش قلت لك في الخشمك يا سيدوني؟ ما تضيقش يلا. بيفتح جنبه ايه؟ محل عصير برضك. صح. ولما محل موبايلات بيفتح بيفتح جنبه ايه؟ محل موبايلات برضك. بالظبط. هما فاتحين ايه؟ محل كشري. يبقى احنا ايه؟ واه صح يا سيدوني صح. يبقى احنا نلم كل الصلصه اللي في السوق فما يلاقوش صلصه يعملوا بيها كشري والناس تضحك. أدرس أمور يا سيدوني. أنت مدير فاشل. ليه يا سيدوني؟ عشان المحل ما فيهوش زباين يا أدرس، ما فيهوش زباين. ما فيهوش زباين كيف يا سيدوني؟ هو في مكان فاضي؟ في. بص معايا كويس. بص واحد اتنين مترين ما فيهمش زباين. ما فيش كراسي فاضية يا سيدوني نعملوا ايه؟ والله عندي فكرة. احنا ممكن نروح لأي محل فاشل فاشل. ها؟ أي محل فاشل أكيد هيبقى عنده كراسي كتير زيادة، فيعني هنأجرهم أي حاجة عشان يستنفع بس. فين المحلات دي يا سيدوني؟ أنا ما شايفش حاجة خالص. بمناسبة إنك ما شايفش حاجة خالص، شايف الخرابة اللي قصادنا دي؟ ايه؟ جايبة ريحة وحشة. أنا بفكر في حاجة، أجيب إذن من البلدية نبلط ونزلط ونطلع بقى باكستنشن تاني للمحل ده، يبقى في محل تاني تبعنا هنا برضو، لان الضغط كتير يا هدرس كتير، تليفوني ما بيبطلش، الناس كلها عايزه تحجز. فكره زينه يا سيدوني. سالم. ايه يا شجن؟ خد يا سالم. عايز ايه يا ابني ده؟ ايه؟ انت جزار يا ابني ولا شغال في محل كشري ولا جاي تحلق؟ مش فاهمك. مش بقول لك انك فاشل؟ مش لابس يونيفورم ليه زي الباقيين؟ مفيش على قد يونيفورم يا سجن. حاولت افتح اتنين على بعض. خلاص خلاص انت هتشحت. هات ميه ورش ناحيه الخرابه اللي هناك دي. انت الفاضي ده؟ ايوه. عادي.
يا بتراوح ايه الرقم دي يا عم؟ على فكره انت عيل رخم. وبعدين يا ديت انا مش ممسكك يا اداره المحل يالا. وحطيتك في قلب البوستر قصاد نبي الاسد. كسبت انا ايه بقى؟ صلاه النبي. ما كسبتش حاجه. اهو المحل فاضي ومفيش زباين والاستاف بتاعي كله زعلان. سامحهم خمر عاملين يعيطوا طول اليوم واسقيهم في ميه. والمحل بتاعهم هو بسم الله ما شاء الله عمال يشغل زي ما يكون دولاب في البطنيه. مستر حزلقوم انا خلاص عرفت المشكله. المشكله في الطعم. الطعم التحفه اللي هم عاملين بياكلوه ده هديه هي اللي قايله لهم عليه. يعني اعمل ايه دلوقتي؟ اجيب الشيف الزغنن ده اللي بيمشي فوق البوتاجازات اللي مع اصحابه اللي بيقول يا جماله يا جماله؟ مستر حزلقوم الحل في البراندنج. استغفر الله العظيم. عمر ما الخمره والبراندي والنجاسه ده ايه؟ ما هتحل المشكله. البراندنج ده يعني اسم تجاري يعني ماركه. يعني اجيب لهم كشري اديداس؟ لا لا مش قصدي، انا قصدي يعني بص الموضوع ان انت مثلا لو قدامك جزمتين واحده ماركه واحده مش ماركه هتشتري انهي واحده؟ لطفي. لطفي مين؟ دي جزمه متينه زي الزلط بتستحمل. انا كان عندي واحده من وانا في اولى اعدادي بلبسها لحد النهارده بروح اصلي بيها الجمعه ما بتتسرقش. ايوه يعني انت من الاخر كده هتشتري لطفي اللي هي الماركه. نفس الموضوع في الاكل، الناس بتحب المحلات المشهوره حتى لو كان جنبها محلات يعني عاديه بتعمل نفس الاكل. نفس الموضوع في اللبس، الناس بتحب الحاجات المحلات اللي هي المشهوره اللي بتعمل لبس مشهور حتى لو مش مهم الكواليتي مش مهم. فهمتك. مش بس فهمتك ده اللي هنفذ كمان. انت عارف انا اعرف مين؟ امبراطور الكشري كله. هو 011 على فكره، ده صاحبي واعرفه شخصيا.